كررتيها مرتين أثناء الحلقة النهاردة، إنهم بيتكلموا مع بعض فبيسمعوا بعض فبيلتقوا في النقطة أو لأ. الرجالة ما بتتكلمش، الستات بتتكلم كتير جدا لغاية ما الرجالة تصدع، والرجالة ما بتتكلمش أصلا، ما بتعبرش هي فيها إيه. هيعرفوا يوصلوا جبال لنقطة جبال من التحمل. فمفيش نقاط كتير ممكن يبقوا عارفين يلتقوا فيها، يلتقوا إزاي وفي واحد ما بيتكلمش خالص وفي واحدة ما بتبطلش كلام. هي دي يعني انواع شخصيات اصلا مختلفه. ان حد مش الكلام هي طريقه التعبير والتاني بيتكلم كتير جدا، فهو مش طبيعي ان العلاقه دي مش متفقين. احنا لازم نبقى متفقين على طريقه. انا لما ابقى متضايقه اعمل ايه؟ اوصل لك ازاي؟ فانت لازم تقول لي انا مش عايزه، انا ممكن اتكلم بس ده اللي هيوصل لك، ولا انت عايز ايه بالظبط؟ ممكن يقول لك اه بس في الوقت الفلاني، مش في الوقت، انت مختاره وقت غلط مثلا. هو في حاجه اسمها كده متضايق؟ متضايق اقول وقت ما انا متضايق. هو للاسف في وقت لازم يكون في وقت مناسب وطريقه مناسبه، واكون فاهم دماغ اللي قدامي بحيث ان انا لما هقول له ده هيوصل. لازم يبقى في طريقه كوميونيكيشن، ابقى عارف اللي قدامي هيقبل ده دلوقتي او دلوقتي انا بكلمه في وقت غلط اصلا. تخيلي بتكلمي راجل لسه راجع من الشغل جعان تعبان مش طايق روحه، فانت زعلانه من كلمه قالها امبارح، ما هي فعلا مش منطقيه يعني. طيب او العكس، والعكس صحيح طبعا. يعني نختار الوقت اللي ينفع نعاتب بعض فيه. طيب هل الولاد بتوع روحتي كلتي نمتي ما فين انت الاول بردانه خدي الجاكيت الكلام اللي احنا بنسمعه دايما ده، هل ده مؤشر لان العلاقه دي صحيه مثلا او ده خالص؟ لا مش مؤشر لاي حاجه خالص خالص اطلاقا. وغالبيه الناس اللي بتكون بالشكل ده اعتقد بتكون مشاعر مزيفه يعني. يعني انا بحس ان الولد او الراجل بيطلع الشاب فاكر ان انا اول ما اخش علاقه يعني يلا اكنترول العلاقه، وده طبعا غلط خالص. ولا باللبس ولا بنتي عملتي ايه، ولا مش هو ده خالص. الاهتمام بديه لما بكون اللي قدامي محتاجه. مش ان انت روحت او ما روحتش او كلت او ما كلتش او العكس، او ان هو يقول لها انت تلبسي ايه وتلبسي، مش هو ده الاهتمام، ومش هو ده الامان، ومش هو ما بديش مقاس لاي حاجه خالص. دي حاجات سطحيه جدا.